بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى وما هذا نسكنا وحين إن شاء الله أينو بلنسنين إلى أينو أخرين هل مجلس أما هل فردين عن كاردين رسالة دي نواقض الإسلام العشرة للإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله رسالة أمركا وكسا أروي شيخ طبانكا شيء إسلام نمذا لغا قبحو حدير للسمعيو طبان كاسو أغمهيم سن كم بدنا وحيالها مجمع عليها إن شاء الله تعالى وقت غيسك عريري أوغي وحنسكو دي دونا هدي إلى هيرا إنا إنو شرحنا كوبنا هدي إلى هيرا هذا الكلام سوى كوبنا وحيل لغا مارمانا إن شاء الله تعالى إن شاقنا بينو إسكو دي دونا هدي إلى هيرا وحنا إسكو دي دونا إن شاء الله تعالى جانب كان نواقضة إيا مركز حوية مطلات كإسلام كبرينية يرغي دادا أنواع ديدا وترين دونو إمامكو عليه رحمة الله إلان هل قاعدة خدو سعنو قاعدة سوء حكم كمركي الارغي ديو إن موانع دينا ماشا أي كبحضو شروط دينا أي رمي سرانتهاي قاعدة لباد نوالاق مارمان بين نقون إسايو إن حكمك عامك إيا حكمك معينك لكالا سارة أو لكالا فرقية وحانا مسكو ديدونا إن شاء الله تعالى حق الضنبه إن أنكرغا عنا وحيا إن أولنا هدي إلى هيرا تابك نوان كل أحشيك إن هدي إلى هيرا ما دام إسكا دورة إسكا كوبانا يتحي وقتنا إنا هيسا وحانا مسكو ديدونا إن شاء الله تعالى ترجمة الشيخ هي تاريخ قال منه قفكي أبا هن ترجمة دي سئنو أغاذو كتابك الأصول الثلاثة عشر كوباد إن شاء الله تعالى ديبها وقلنا قضام مكتبة نووية الله عشر كاس أو نمبا وترجمة دي تاريخ الشيخ أيان كقور هن يوحي إلهي سبحانه وتعالى ونقوى فجي مرك إن شاء الله هذا كتاب كان توسق ذا قلينا إمامك عليه رحمة الله مدى عيسى وحالي إلها محمد بن عبد الوهاب كن بقول يا شري طوان كيبو رشي حنا دنتي لو بقول كن إيا لو بقول يا لحدي هجرة أيو دنتي قال الشيخ وحور الشيخ الإمام إمامك محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اعلم حاضغاتا أن النواقض الإسلامي إسلام كوحيالها بريا عشرة واتوم عشرة النواقض طبن وحبريا إليهين وحيالها إسلام كبريا إلي طبنهين بل هرت أقوبوين الأول ككوباد وحويا الشرك إن لو ذا جيو في عبادة الله إلهي عبادة ديس سبحانه وتعالى قال الله تعالى إلهي وحير إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله إلهي لا يغفر ما طاف أن يشرك به إن إساق وحن لو ذا جيو ويغفر وطاف ما دون ذلك شرك وحي كهو سي لمن أحد بوطافا يشاء إلهي وضعنا سبحانه وتعالى وقال تعالى إلهي وحويري إنه من يشرك بالله قفك إلهي وحلو ذاجية فقد حرغم الله إلهي وكحرام يلي عليه سقى الجنة جندا ومأواه ميشركه إليانا النار والنار وما للظالمين
ظالمينتنا وما سغناني من أنصار وحق القهرة. ومنه وحكى من الشرك الذبح لغير الله إلهي وحنا هين وحلو قورعهم كمن يذبحوا كمن أحد وكلاوي يذبحوا قورعي للجن جنك وحق قورعي أو للقبر قبر قدرتي وحق قورعي. شيخ رحمة الله عليه وجود قلي أوحو يري أن نواقض الإسلام أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. نواقض وجمع ناقض ويان وحيالها وحبري ويان عشرة نواقض. أريقنا ومضاف ويان لكن وصيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع ويان على صيغة مفاعلة. مرغ وحويا نواقض سيدا أي ويساد أبرتو أو صلاد أي أبرتو أو صانك أبرو أو حج أبرو أي إسلام نبادنا أبرتايو وحيالة بريا أي لاذا هاي مركا هدبا وحيالها بريا واد طبان بويري مركا طبان كاكليا ما هو ويكا بدايهيني طبان كاني وا انت أغم هيمسن لنعك لمركا انكا يغنان الشيخ طبان كان وحوغو صو قاب صدي طبان كاني وطبان كي مركا سبحوية وقتقا إيا حالدا أو كنولا إساق إيا واقع أو كنولا طبان كا أغم هيمسن أي أهايان مركا ومركا سبحوية نحقا حلقا إيادا عميمي أي أهايان مركا وقتقا سوصوب بحي شيخو حدوا مركا سبحوية وحل قرخي دوبا وحون نقضا أفر شي متكمدا إما فعل بون نقضا وإما قول بون نقضا وإما وحو النقضاء اعتقاد وإما شك شكبو النقنية حديات كهذا شقول كفرية إيا قال نماء وارخي الدوية سيدا إنا الدين توحكا شايتو نيم محادنا توحكا شايتو إلهينا توحكا شايتو ملائكتنا توحكا شايتو ومركاس وحويا قول لقو قالوا بمركاس إيا إنا تكون جاسيسو وأقوال ويا وحكروا لقو قالوا بفعل سيدا السجود لغير الله سبحانه وتعالى إلهي وحنا هين إنا ذو السجود أو كلامركا كتابك القرآن كائنا تورطا أو كلي مرقا وحويا فعل لقو قالوا بويا صدح وحلقو قالوا با اعتقاد إنا ذا منتو الله ثالث ثلاثة أو كلي نعوذ بالله تاسو أو كلي إنا ذا منتو اعتقاد كاسو أو كلي وحلمي ذا إنا ذا منتو وعقيديسو نيم حانو رسول عرب الله صدر الكلية إنوها إن الآمن توكره وحيالها اعتقاد كنا والقو قالوا بامركا إلهي إنو المطلعي وكره وحيالها النوع سإن الاعتقاد كفر يأعقي وحقال لما الآمن تنا أما عقيد يسنا ينوى كفر ويهم شك بالقو قالوا بكرا وفكو إنو كشكي نيم حمد نبي نبدي سبا إنو كشكي إلهي جلتان كي سبا إنو كشكي يقفكن كتابكن قرآنك قبي يسبا يعني مرخاس محويا شكنا واللقو قالوبا خلاصدو وحيتاي أفرطا متكم إذا أيا اللقو قالوبا إما القول وإما الفعل وإما اعتقاد وإما الشك إنتا متكم إذا أيا اللقو قالوبا. طيب ردنا علمدو وحيدا ورجوع عن الإسلام ويان اللهم استعان قرآن كان إله وكشه سبحانه وتعالى ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين إيه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر إلى آخر الآية إيه آيات كلمتها تلمامية ردد مركا اللهم استعان عليه تقلان حضب وحويا اللهم استعان وطبان كاسوي كي كوبات بوحل كاشيخو كقلي انت انا مركز وحويا هدبا اينا توسو قد قلين وحادو غاتا ارنتان سوسعوتا قف كان حدان حكونا وو قالو بي آثار باكتا لتميسي احكام باكتا ليس وحكتا ليس كو ننكن دي قيسو بنايهي ثانيا اسلانتي ويكفرانتهي ثالثا حوليه سا مركز اساقا لما تحلي اسنا وحبا ما تحلو رابعا حوليه سا كومتا سلوف كراؤو مسلمين تايسكره ومحجور لمصلحة المسلمين بان حوري ستصرفك لوغا جوجين يا الله شر يا مركان وحكتنا ليس
ninkaasi in markaas waxa weeyaan axkaamtii gaalada lagu dureeriyo ayaa ka dhanlaysa marka hadaba intaas oo dhan mar haday ka laazimayso waxa waajib ah sunna ma aha way haboon tahay ma aha waxa waajib ah inaad ka fiirsato ma dhaba mise ma aha marhum ba mise ma aha waxan ma ku dhacay mise kuma dhicin shuruudii ma dhammaystiran tahay mawaanicdii meesha ma ka maqan tahay inaad arrintaa fiirisaa waa laga maarmaan walaa yatimu alxukmu xataa tajtamic kullu shuruudi waalmawaanic tartafic xukunku ma dhammaystirmo ilaa shuruudiisi ay dhammaystiranto mawaanicdina meesha ay ka baxdo walidaalika hadda salaada waa in shuruudii la helo oo markaas waxa weeyaan salaadii loo dahaaro qaato oo markaa lala yimaado istiqbaal alqibla lala yimaado satru cawra lala yimaado shuruudeedii oo dhan waa in lala yimaado uma waa in mawaanicdina meesha ay ka maqanto gabadhii xaayado waa inayna ahayn waa inayna umu lahayn haddii kale salaadii ma jirayso idan qofkan xukunku waxa uu fuulayaa inay shuruudii dhammaystiranto qaaciyadaana wax khilaafa kuma jira bayn ahli sunnati waaljamaaca wax khilaafa kuma jiro in loo fiirinayo tawafuru shuruudi waintifaa ilmawaanic dayib allahu mustaan waa laga yaabaa dee qof inuu khilaaf iska keeno laakiin waxaan leenahay waliisa kullu khilaafin jaa'a muctabar ilaa khilaafan lahu xadu min annaqli baan leenahay yacni markaas wax sida abulkhaaab alxambali calayhi raxmatullah odhan jiray khilaaf kasta muctabar iskama aha oo yimaada khilaaf naqliga iyo markaas kitaabka iyo sunnada iyo luuqada carabiga wej ku leh mooyaane dayib haddaba qofkan waa inaan horta fiirino qowlkiibuu ku hadlay ficilkiibuu la yimid shirkigiibaa dhacay ictiqaadkiibaa dhacay waxaan horta waa inaan fiirino hal yakuunu kufran awlaa waxaan ima kufribaa mise ma ah horta waa inaan xaqiijinaa bacda taxaquq markaynu xaqiijinno inuu waxan yahay kufri ayaa waxaan usoo daandegaynaa mawaanicdii meesha may ka maqan tahay maanicu ljahli maanicu ta'wiili maanicu likraahi maanicu lkhata'i mawaanicdii meesha miyay ka maqan tahay mise way jirtaa haddaan ogaanaba waxani inuuna kufriba ahaynba qofkii lama saari karo qofkii lama saari karo been buu sheegay ma waxaad dhihin waa gaal maya dee markaa been la sheegaa kufri ma aha ilaa cinda alistixlaali mooyaane istixlaalkuna waxa weeyaan sida shaykhu lislaam ibnu taymiya uu ku sheegay kitaabkiisa minhaaju sunnati nabawiya fii naqdi kalaami shiicati waalqadariya waxa weeyaan in uu markaas an yakuuna yacni muctaqidan xilla dalika inay xalaal uu yahay waxani zinadu inay xalaal tahay inu caqiideysan yahay in markaas waxa beentu inay xalaal tahay u caqiideysan yahay walow iyada lafteeda loo shardiyo qiyaam alxujja dayib allahuma istacaan taasaa markaa shardiya mayane ninkani markaas waxa weeyaan allahuma istacaan mawaanicdii baa meesha taallo oo ta'wiil sidanaa la qalloocatay mayane oo sidanaaba diin uu moodayba mayane khata baa ku dhacay oo markaas waxa weeyaan waxan wax uu qastay ma ahayn mayane markaas waxa weeyaan ikraah baa ku dhacay oo waa mukraah buu ahaaba mayane qofkani jaahil buu ahaay oo maba garanaynba jahligana lama qaybin karo oo lama odhan karo masaa'ilka fii baabil markaas waxa weeyaan furuucna waa la ysugu cudurdaari fii baabil markaas waxa weeyaan caqiida laysugu cudurdaari maayo waa qaaciida gebigeeduba baadila waxba kama jiraan dhinac markii laga eegana waxa min baabi awlaa ah fii masaa'il ictiqaadi laysugu cudurdaaro haddii markaas xataa tafriiqu suuragal noqon lahaa laakiin tafriiqaasi maba jiraba masaa'il cilmiyaad iyo masaa'il camaliyaad laba jeeraba qofka waa lagu cudurdaaraya jahliga marka mas'alada mawaanicda waynu fiirinaynaa insha allahu tacaala taa qabsada markaas waa qodob ta labaad qaaciyadaasi marka waa qaaciida muhiima waxa kaloo iyaduna muhiima in la ogaado alfarqu bayna alxukmi alcaami waalxukmi almucayan waxaan dhahaynaa qofka sidaa sameeya waa gaal qofka waxaa ku hadla waa gaal
weli laakiin qof ma inaad magacaabi soo maaha. Markay soo istaagto odaygan cabdicasiis la yidhaha maxay u baahan tahay? Intifaau lmawaanic watawafur shuruud bay u baahan tahay shaqsigii markay soo gaadho. ayib allahuma mustacaan. sidaa inay tahayna waxaa kugu daliila markaas waxa weeyaan assujuudu ligayri illaahi waa maxay? waa kufri iyo gaalnimo weeyaan. mucaad bnu jabal sidaa fii sunan ibnmaajah wagayrihi ku soo aroortay wuxuu sujuuday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, nebiguu sujuuday. nebigu calayhi salaatu wasalaam ma xukumin, su-aal buu weydiiyey. wuxuu ku yidhi maxaa kuu kalifay sujuudan? wuxuu yidhi xagga waxaan ka yimid xaggaa iyo markaas xeyaban iyo dhulkaasaan ka imid oo waxaan arkay iyaga oo markaa qaysaskooda iyo culimmadooda u sujuudaya nasaarada iyo dadkaasi oo nebigaaba ka mudan baan siray. marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ayar wuxuu sheegay sujuudan ilaahay keligii leeyahay. haddaba adiga labaa kuu furan, haddaad tidhaahdo mawaanicda lama ictibaaranayo, inaad tidhaahdo mucaad bnu jabal uu gaaloobay, haddaad mucaad bnu jabal gaalaysiisana anta markaas waxaa kafalta adna. haddii aad tidhaahdo mayne ma gaaloobina, idan sabab maxaad ugu cuurdaartay? jahli buu ahaa baa soo baxaysa, ama dee markaas waxa weeye mutaawil buu ahaa, aduu meel baad markaas waxa weeyaan cudurdaar baad keenaysaa. idan maxaa markaas waxa weeyaan isaga iyo dadka kale kala farqiyay? markaa atafriiq bayna markaa mufariqina waa baatil, iyo ataksiis biduuni mukhasis, laa taqacu lkhusuusiyatu ilaa bidaliil. ayib waayihi allahu mustacaan wacalayhi tukulnaan. marka taas waa muhiim weeyaan. inta kale aan kusii dhex jirna kitaabkana waan fikirlaynaa. alawal, midda koowaad marka waa ashirku billaahi fii cibaadati illaahi tacaala, ilaahay oo wax la garab dhigo subxaanahu wa tacaala. ilaahay oo wax la garab dhigo ma banaano cibaadadiisa, afcaashiisa, asmaadiisa, sifaadiisa, ilaahay waxba lama wadaajin karo. innahu man yushrik billaahi faqad xarqama allaahu calayhi aljanna, wuu soo wada aayaadka. adilada isagaa soo wada e ma banaano cibaadadka ilaahay noocay dooni ha noqotee. qaala allahu tacaala, waa kan daliilkii. ilaahay wuxuu yihi ina allaha ilaahay laa yakfiru, ma dhaafo, an yushraka bihi, in lala wadaajiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala, wayakfiru, wuu dhaafaa ilaahay, maa duuna dalika, shirkiga wixii ka hooseeya, liman axad, buu dhaafaa yashaau, ilaahay uu doono. haddaba dembiga shirkiga la yidhaaha macnihiisu wuxuu noqonayaa xaq ilaahay lahaa oo cid kale la siiyo, xaqii ilaahay lahaa aadamahay la siiyo. arrinta noocaasa markaa hadduu qofkii ku dhinto ma dhaafayo ilaahay subxaanahu wa tacaala, oo ma dhaafayo, ee qofkaasi markaa waa khaalidun mukhalladun fi nnaar, wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa, waa caan maadaasi oo cumuum bay faa'iideynaysaa, oo cidduu doono ilaahay u dhaafaa. sidaa darteed baa waxay aayaddu raddi ay markaas waxa weeyaan ku tahay muctazilada iyo khawaarijta ama takfiir kaninbas uu yaqaano, oo isku waafaqsan qofku dembi kabiiraa hadduu ku dhinto weligii naartu ku waaraya. ahlu sunnatina waxay yidhaaheen maya sidaa maaha, laba mid weeyaa inuu ka toobad keeno, ka toobad keenin. hadduu ka toobad keeno alxamdulillah, atoobatu tahdii maa qablahaa. haddii uuna ka toobad keenin qofkaasi, waxay yidhaaheen taxta mashiicati illah buu ku jiraa, in shaa cadabahu wa in shaa kafara lah, hadduu doonna ilaahay u dambi dhaafi, hadduu doonana allah subxaanahu wa tacaala wuu cadaabayaa. haddii loo cadaabana naarta kuma waarayo. waa sida xadiidka cubaada ibnu saamid fii saxiix albukhaari uu tilmaamayo, baayicuuni calaa laa tushriku billaahi shay-an, walaa taznu walaa tasriquu walaa ta'tuu bibuhtaan walaa taqtuluu awlaadakum walaa ta'tuu bibuhtaanin taftaruunahu bayna aydiikum wa arjulikum walaa tacsuuna fii macruufin. kadib baa wuxuu yidhi markaa faman asaaba min dalika shay-an facuuqiba fi dunya fahuwa kafaaratun lah, kafaaro gud bay noqonaysaa haddii adduunka xadkii markaas waxa weeyaan allaahu mustacaan lagaga jaro, kafaaro gud bay unoqonaysaa. waman asaaba min dalika shay-an uma satarahu allah, kadibna ilaahay asturo subxaanahu wa tacaala intuu wax ka mida ku dhaca arrintaa, ilaahay subxaanahu wa tacaala mashiicadiisa ayaa loo dayn, in shaaa cadabahu wa in shaa cafaa canhu. naska xadiidku waa sidaas weeyaan.
قال رحمه الله تعالى وحوري وقال تعالى إلهي وحوري إنه من يشرك بالله قفك إلهي وحلو وذاتي فقد حرم الله إلهي وكحرام يلي عليه سقى الجنة جنلة ومأواه النار ميشأوكوه ينيان والنار وما للظالمين قال ذي الظالمين تنمصنان من أنصار وحقر قال مركا يعني مشركين إلهي وحلو وذاتي إلا وأعظم الظلم قلضا إياقا مركاس وحقر قال يا مجرو حديث عبد الله المسعود في صحيح البخاري وحمرها سحويا ويرى النبي عليه الصلاة والسلام بويدي أي ذنب أعظم عند الله مرها سأوحي للنبي أن تجعل لله ندا وهو خلقك إن الله وحق ربك سوى إلهك أبو ري سبحانه وتعالى أن تجعل لله ندا وهو خلقك وحول محاك حقا أيامك أري وحول أن تقتل ولدك مخافة أن يدعم معك إن هذا المها قيد شو أضو كبقية إنو مرخى سحوه ينخل قوته يا رساق دي سيمحو عندو أضو كفكري ثم محاكو حقا أن تزاني حليلة جارك مرخى وحوه يان اللهم استعان لاهي مطافو ولذلك شفاعة الشافعين ما أنفعيسو فما تنفعهم شفاعة الشافعين ويا شفاعة الله وشرق بيلي ضحي إن كان شفاعة قاضي الله إذنه كمرك الله شفع قاضي إلى الغالين كيه أهل الشرق إلى الغالي كما ومن هو حكم إذا حضبطت كقارو حلقي أبا إن إله وحنين بريان هنا مرقى أولياء إسك بريان شيخ جيان إسك بريان عيد كلين إسك بريان ومع ذلك أنهم لا يكفرون إن نقالوا بهم ومع ذلك وحا أي سمين إيان إن أكفر إيهي سبب محاط عي مركا وحكلف يأو مركا سحو ويان دعي معذوري ويان إن بدن وكم ذيه قيام الحجة إن اللقوة الصمين إن بالغ يابا تسال أهان قف كان يولي دين لو ممرن حلق دين تكب الله بشيخ وغوره يؤتغيبا وحكو حري أولياء الله يا الله بس حودن بيولي يا مركا يسو ما بيقول حري عليه الصلاة والسلام كما في سنة بدود وغيره من أفتي بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه قفكي مركا فضوى لا فضوى فضوى أن سقنين دم بيجاد وحيسكنك يو فضوى وفرصو ضاي مركا واساسويا اللهم استعان ومنه حكم إذا الذبح لغير الله إلهي وحنحين الله قورعه كما يذبح للجن سيدا وقف الجن كأقورعي أو للقبر أما قبرك إلهي وحنا هين قورع وعبادة ويان فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين في صحيح مسلم وحكو صارت حديثك علي بن أبي طالب لعن الله من ذبح لغير الله نحريس الله كفق إدى أقورع ذا إلهي وحنا هين سبحانه وتعالى مرقى وحويان الذبح لغير الله إن هذا مرقى قبر أقود عضو وحسكي أولي ذا أربع عبل الضنب يسويان أوقي سندور انتويان سند قولدي من قارني كان محيط عي أو هبل بالو ديقيا من هبل بالتقيا طوب الآن بارد عضي قبرها قاتقا كلاد لذا قاتا وحاسي وشرك ويان كلغي طيب اللهم استعان وحا مرقى سحوه يا الله مستعان حدبا أن بنانين إن لو قورع إلهي وحنحين قورع إلهي درتوا إن لو قورع بسنك لو قورع بسم الله الله أكبر لإله إلهي درت لو قورع طيب اللهم مستعان دادك قروا صدق إلهين صدق لقبر يمو يعني ملك رانكو أنسحين ومحي مرقى سحوه يا وحجر ماها طيب اللهم مستعان الثاني كاللبابي ومن أحد جعل يالي بينه السقي وبين الله إلهي وصائط وحيالو دحيا يدعوهم وبريئه ويسألهم ويديسنيه ويتوكل عليهم وتلصارنيه كفر كاسنا وقالوا بإجماعا سلو قلانشو من جعل قف كيانا بينه السقي وبين الله إلهي توقع حيسا وصائط وحيال المرخى السلام والله قاريه يدعوهم يسقوا ويبريا يكوا
ويسألهم ويديسنيا ويتوكل عليهم تلصارنيا كفر إجماعا إسنو قالوا به إجماعا أي مجمعا بين أهل العلم أهل العلم ومسألة ويسكوا وافقين ويا الله مستعان هذا الشيخ كان أصعري وقيم جسنا عهر كميدون صوبته واشرك مرغى سحويا لله سبحانه وتعالى إلهي وحلى قرب لقويا هذا ما بنانه أما النبي حنقضه مرسلة أما ملك مقرغبة حنقضه أما أولية حنقضه إن إلهي عد أصيمرته أو عداس أدبريده ما بنانه بريد إلهي بإسكال سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى وحويل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ربي وحري بري أنا إذن أجيبه بري يدي با وحلقو الشيخ حقا دنب عباده أو كو عبادة إذا إسكبرين أيها وبري يدي لفته دي وحوي يان كواسه جهنم يقل أيام يود الليسان هذا وحكروا إلى هؤلاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحن نبي إلى عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة بريض إيضا باب العبادة صوت سان لبي قول إيه عليه الصلاة والسلام وحويا صلاة صونكا زكاة حجكا عبادات كانت سمعيني صوتنا محاضو سمعيني سا سو إنا ذلاحي جننا كغهشو نارنا كبت بعد سو سيدا ما كل قدوة بريا مرقا وسؤال الله سبحانه وتعالى الجنة وإلهي أو جنة اللو ويدي سنيو إيوه مغنقل إلهي لغا مغنقل يا نار بس طيب اللهم استعان حضبا مرك وحوي يا الله مستعان وشركي إن هذا إلهي وحسي مرت وما بعنا إلهنا ذي حسي مرتا وما بعنا إن طال هذا الشيء قبل فضل جيس الله وحوسي لا فضل جاك ما تري طيب الله مستعان إلهي وحوري والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقرقمون إلى الله زلفا وليه الرسام بيليه زلين تتكن دي أنه ما عبدني لكن إلهي وضط فضل بضانه إلهي ما مسيمرنا وإلهي من نوغل نويه هيكوها سنسان بإليه جلين اللهم استعان وحكروا أمرك إلهي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم شيخ واهرة لنتنين انت كبير ساكرهم أنا وحنا إما يريكرو وحنا إما تريكرو حضو أنا وحي تري إسلانتي سن الدمالي حوري سن لقيب سدي فراشكي سن يسرلتي سن منك لو كسا يحضي أيوكا كعسن لها كيرين له ودي لا ودي أوان نولا هاي بعشرة سكاي وعيسو سوكرين عاقن سيره سما كريس مرك وحوي وحطيع كرمها ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون شرك وعليكم العابس وما ركتد وقال لما ويا اللهم استعان اسنو قالوا بيا نبي قلوا وحور إذا سألت فاسأل الله ويا إلهي مرقى العدو مرقى الله ويديسيس إلهي ويديسو الثالث كاستحابي من لم يكفر المشركين قال هذا قفك أن مرقى قاليسين مشركين أو شك كشكي في كفرهم قال لما دودا أو صحح مذهب ومذهب كوغا صيحي كفروا قالوا بيا إجماعا طيب مسألة المركة سبحانه يا الله مستعان مشركين تإلا قاليسيو قال هذا إلا قاليسيو أصلا ومسألة المركة سبحانه من يعني أصول العقيدة كمدة ولذلك أي النبي الله إبراهيم وحوير إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وكبر المقضي وبدأ بيننا وبينكم العداوة وارخص حوايا اللهم استعان وإن
gaalada markaa la gaalaysiiyo, waayo ilaahay iyo rasuulkiisu cidday gaalaysiiyaan in la gaalaysiiyo waa waajib. Laakiin qaaciyadani man yay ku dhabaqmaysaa? ilaa waxaa la yidhi markaa wabadaa bayna wabaynakum alcadaawatu waalbagdaa xataa tuminuu billaahi waxdahu, ayay ku dhabaqmaysaa qaaciyadu? ma waxay ku dhabaqmaysaa man kaana asluhu musliman aw man kaana asluhu kaafiran? horta si guud gaaloo dhan way shamlinaysaa, ama kuwa dib kari doonay ha noqoto, ama kuwa horow ridoobay ha noqdaan. laakiin qaaciidadan markaa tadbiiqinayso waxay u baahan tahay inaad tafsiilad geliso, waa laazim. man kaana asluhu kaafiran kaalmushrikiina min annasaara waalyahuudi ahlu kitaabkaas, gaalada iyo majuusta waa inaad gelaysaa. muslimiinta laakiin alaslu fi lmuslimiin waa maxay? waa maxay alaslu fi lmuslimiina? maxay tahay iyadu? masalan tusaale soomaalidaan soo qaadano, alaslu fi markaas waxay fi soomaaliyiin, maxaa u asala? ma islaamnima u asala mise gaalnima u asala? soomaalida war maxaa u asala? islaamnima u asala. soo sidaa ma aha saxiix. waxaan haynaa marka asal, asalka aan hayno waa inaan helna asal kale oo burinaya. asalkaasina wuxuu ku imanayaa inaan soo xaqiijinno oo shuruud iyaan dhammaystirno mawaanicdiina meesha ay ka baxdo, labadaa shardi in lasoo helo, markaasaa kadib lagu tadbiiqinaya. walidaalika shaykhulislaam ibnu taymiya calayhi raxmatullah kitaabkiisa majmuucu lfataawa iyo alfataawa alkubraa labada wuxuu yidhaahaa waman thabata islaamuhu biyaqiinin lam yazul canhu bishakin bal laa yazuulu canhu ilaa bacda qiyaami lxujati wa izaalati shubha. wuxuu dhaha qofka islaamnimadiisu yaqiin ay ku sugnaatay, lagagama saari kara shiki, waan ka shikiyey ninu qaal yahayn baan u malayn, kaas muslimiin lahayn baan u malayn, waan u malaynayaa. mayna hebel baa wuxuu lahaa waa gaal, sheekh hebel baaba wuxuu yidhi waa gaale. qowlka sheekh hebel xujama aqwaalu lculamaai yustadallu lahaa walaa yustadallu bihaa, qawaacidu inayda ka lumin, aqwaasha culimada iyadaa daliil loo qaadiyaa ee lafteeda laba daliishado. haadihi qaacida usuuliya weeyaan, aqwaalu lculamaai yustadallu lahaa walaa yustadallu bihaa. idan waa in markaas waxa weeyaan aan yaqiin kala helno, ilan qaaciyadu waxa weeyaan alyaqiinu laa yuzaalu bishaki, yaqiin shaki laguma zuuliyo. sidaa loola socda mas'alada iyada, allaahu musta'aan. athaalithu nooca saddexaadi man lam yukafir lmushrikiina, gaalada waa kaan gaalaysiinin ow shaka fii kufrihim gaalnimadooda ka shakiya ow amase saxaxa madhabahum madabkooga saxiix yeela kafara isna u gaaloobayaa arqaabicu kaafraad. man ictaqada qofka caqiideeya an laa gayra hadii nabiy nabiga sala allahu calayhi wasalam hadigiisa markaas waxa weeyaan kayrkii akmalu inuu ka markaa dhammaystiranyahay min hadihi nabiga hadigiisa ow ana xukma kayrihi isaga xukunkiisa markaa ow ana xukma kayrihi xukunkiisa kayrkii axsanu inuu ka wanaagsan yahay min xukmi nabiga xukunkiisa sala allahu calayhi wasalam aw amase ana xukma kayrihi cid kale xukunkeedu axsanu inay ka wanaagsan tahay min xukmi nabiga xukunkiisa sala allahu calayhi wasalam kaladii kii oo kale weeyaan yufadilu fadilaya xukma dawaaqiiti asnaanta iyo dawaaqiida xukunkooda calaa xukmi xukunka nabi maxaad ka fadilayaa fa huwa kaafirun isna waa gaal weeyaan. ayib, haddaba mas'aladani waxa weeyaan allaahu musta'aan, hadigii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaad aaminta mid ka fadli badan inuu jiro, dariiqa nabi maxamed dariiq ka fadli badan inuu jiro, waddada nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam wadda ka fadli badan inay jirto, xukunka nabi maxamed xukun ka saxsan inuu jiro, sida qofka mathalan qawaaniinta iyo dasaatiirta aamina ama ictiqaadiya inay ka fadli badan tahay
xukunka ilaahay subxaanahu wa tacaala. masaladan marka waa masala, qofkaas waa gaal. masaladan hadda waa masala aad u dheer, inagu maadaama waqtigu ciiri yahay dhowr masale aynu ka taabanaynaa. kow, awalan horta waa kufri waxani. haddaba alxukmu bigayri maa anzala allah waa kufri weeyaan iyo gaalnimo. alxukmu bigayri maa anzala allah, mas'aladaasi waa mas'ala ay markaas waxa weeyaan laba qolo ay ku lumeen. dad iyagu dhinaca kale uga dhex baxeenoo kulliyan xukaamtii oo dhanba gelin hore ka faraxasheen, xataa soomaalidii xeerka lahayd ee milimiiga iska ahayd ee xeerka samaysay ee xeer dajabka iska samaysay gelin hore ka faraxasheen. qolyana iyagu waa qoliyo. markaas waxa weeyaan allaahu musta'aan inay isku mid yihiin baa aaminsan, ama oo tani ka fadli badanta oo kuu sheekhu sheegayo. qoladan iyagu marka waa isku mid aaminsan ama tanaaba ka fadli badanba, khalaas waa markaas waxa weeye ku gaaloobayaana waa gaalo. qolana iyagu waa qolada markaas waxa weeyaan allaahu musta'aan ka dhex baxday ee dhinaca kale uga dhex baxday ee xukunka mucayanka ku degdegtay, iyaguna takfiir iyo khawaarij bay u galeen. haddaba alxukmu bigayri maa anzala markaynu soo koobno suwar iyo tafaasiil buu leeyahay. qayb waa kufri mukhrij min almilla, qaybna waa kufrun duuna kufrin, suwarta qaybo ka mid a. walidaalika aayadda qur'aanka waman lam yaxkum bimaa anzala allahu faulaa'ikum alkaafiruuna waxay u badan yihiin culimadu mufasiriinta in ay tahay kufrun duuna kufrin. tafsiir ibn jariir aطabari akhriya, tafsiirka markaas waxa weye qurطubi akhriya, iyo tafaasiilta lamidka ibnu kathiir khilaafka uu soo guuriyaa markaas waxa weeyaan baqawi kadalika tafsiirkiisa way soo guuriyaan aimadaasoo dhani. haddaba markaas waxa weeyaan suwar ilaa lix suuruu ka dhigaa sheekh maxamed ibraahim aali sheikh mufti diyaari sacuudiyati saabiqan risaaladiisa taxkiim alqawaanin alwadciya ilaa lix suuruu ka dhigaa. waxaan ku soo khulaasaynaynaa qofka isagu aaminsan markaas waxa weeyaan in xukunkan ilaahay iyo kan kaley aadamuhu samayseen inuu ka fadli badan yahay ka aadamuhu samayseen, ama uu la siman yahay, ama shareecada islaamku in lagu dhaqmaa inayna sax ahayn kafara. laakiin qof aaminsan inuu kitaabka qur-aanka ka fadli badan yahay, ka fiican yahay, kaasi uu markaa ummadda dan u yahay, laakiin hawo iyo shahawaad iyo kursi jacayl iyo dano kale ay u diidayaan, waa kufrun duuna kufrin, waa dulmi ama kabiira min alkabaa'ir weeyaan. dayib, waayo nin safkaa hore ku tukanaya, aaminsan kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala, aaminsan shareecada ku dhaqankeedii, laakiin hawa ay qaaday, markaas waxa weeyaan kuma gaaloobayo mas'aladaa iyadaa. mas'aladan waa mas'ala u baahan intaa in ka baahan in lasii faahfaahiyo qaaciyadiina lagu dhaganaado intifaau lmawaanic watawafur shuruudi. ta dhawaaqiiduna way noocyo badan yihiin markaa, shan baa laakiin ru-uustooda, shantaana waxaa ka mid ah alladii yaxkum bigayri maa anzalallah. tadbiiqu shariicana mafhuumkeedu waa shay caama weeyaan oo shareecada islaamka oo dhan ay soo wada gudagalayso. walidaalika waxaa laga yaabaa haddii xukaamta in badan oo ka mida la fiiriyana intay dabaqaan iyo intayna dabaqin inay badato intay dabaqaan, waayo salaadu tadbiiqu shariicay ka mid tahay, soonku tadbiiqu shariicu ka mid yahay, xajku tadbiiqu shariicu ka mid yahay, shahaateynku waa awalu tadbiiqu shariica weeyaan, xaaraamtoo layska ilaaliyo waa tadbiiqu shariica, xalaashoo la qaato waa tadbiiqu shariica. markaas waxa weeyaan allaahu musnacaan tadbiiqu shariicana waa shay guda ballaaran. waxaanan ku soo koobayaa mas'alada aan kaga baxaynaa, alxukmu bigayri maa anzalla waa mas'ala khatiira jiddan. saa darteed ba waxaan dhihi lahaa dalabatulcilmiga ha uga dambeeyaan culimada raasikhiinta fil cilmi, ha uga dambeeyaan oo iyagu yayna meel islaam waliba ay ka dhaansan karta meeshu maaha. waa mas'ala u baahan ehelkeeda iyo dadkeeda u baahan weeyaan. sidaa darteed waxaan leenahay alxukmu bigayri maa anzala allah waa kufri in shareecadii islaamka bediilkeeda loo leexdo maca tafsiilihaa, iyadoo suwarteeda tafsiil uu ku jiro.
حكمكنا وحا أشرطيان نري لوادي شرطينا لغتاقين انتفاء الموانع وتوافر الشروط. الخامس كشنادي وحوية من أبغض قفكنا على شيئا شيء ومما كيكم إذا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك أوليمت ولو عمل به كف ولو عمل به هبك عمل فل به كفر اسنو قالوا بيا نبي عليه الصلاه والسلام سنديسي اي هذه النبي مركي لوو شيغو ان اد مركاس وحويان اللهم استعان اد نعده ولو اد كو عمل فشي واد كو قالوا بيسا ويا نعيشها وحا اد نعيسا ونبي محمد عليه الصلاه والسلام با كل عزيميسا الهنا وحوري فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما عريري وإن آذن دريم مركا إيادا اللهم استعان حضباء الحكم بغير ما أنزل الله آيادا ومن لم يحكم ما أنزل الله فولايكم الكافرون تناك قعد دلالة مركا إلا في ليوحا كسي واضحسن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تناك سي عامسا تنا وحن جدا كسي عبد الله ذا كسي واضحسن وايو مركز محويان اللهم استعان مطلق إيمان كي أن في نساء آيات مركز حضما واحد روح أصولك ليداه سبب نزولك آيات وقطعية الدخول إنه مركز أصوك ذا قلي عدي أي آيات كسو دكتي وقطعية الدخول آياتنا الصحابة إسقب صدي أي كهد ليس سيد حديثك صحيح البخاري يقول تلمامي أي مركز تلمامي سي مركز إذن هادنا لما قال يسينين ولو صحابي وحناقي إلا كي مرخص حوياً اللهم استعان نبي عليه الصلاة والسلام آيات داسا لقصه الدجيه وإله هو حيوذي سبحانه وتعالى تصبحي عدين إسان مروى البيئن موانع ذن لفيرنا يشروطاً لإغيه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. طيب اللهم استعان الخامس كشنادي من أبغض شيئا مما جاء به الرسول وحي رسول كل يمي صلى الله عليه وسلم وحكم إذا قفنا ولو عمل بها بكو عمل فليه كفر وقالوا بيا. السادس كاللحاذ من أحد ويا أما من استهزاء قفك من استهزاء قفك كجا سياسة بشيء شيء ومن دين الرسول رسولك الدين تيسا كمذا صلى الله عليه وسلم أو أمس ثواب الله إلهي ثواب كيسا يا أبا المرن تيسا أو عقاب إلهي عقاب تيسا كفر إسنا وقالوا بيا. نوع اللحاذ وحويا إن إلهي يا رسول كيسا شرعتي يا دينتي أي جديين مركز إلهي نبي محمد صلى عليه الصلاة والسلام وحكم إذا لقد جاسيسه قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم آيات حتى وحي عضينا الصحابة عدة عيدة أما وحكا الشيكتا إنه قالوا بيسو لأن النمان كان منافقين بأهايين إلهنا وحبك من الشيخين رسولك وحبك من الشيخين كتابك وحبك من الشيخين لكن صحابه وحكا الشيخين ووحي إلى النمان كان مركي وحويا وحلعونينا وحكا علول وهوي ما نارك مركي دغالة قلنا وحكا فليسان ما نارك مركي الله شاكين وحكا بين بلغ ما نارك وحنو عاسي أخليين إلهنا وحوري ما إلهي إيا آيات كيسا إيا رسول كيسا آيات كجي السياسي سيم واد قالوا ذين حدود دارلنا حضبا محي سيو كجي السياسي إلهي إيا رسول كيس إدي أي أمانين بي إيقو عاين سادلت إلهي رسول كيس من إحترام. طيب اللهم استعان مالخينا تكون جاسي أسيسك إلهي وحالا قول وحا أجري بألقيه ليا أجري قاني محاذي قلسه والدادو قاداتي وخلط وحاتي لمرغس وحاوية وروحا عذاب بألوق ليا عذاب كلفتي سعر هوابا تاقنتاي وجاسي أسموتاي وكفر ويا ويا اللهم استعان. والدليل قوله تعالى لهذا الكيسة الدليل ولئن سألتم هداد ويديس منافقين لا يقولون وحيكو ورنيان إنما كنا أنك وحن وحينو نخوضك ويسك دحقلا ونلعب وانوسك عياريني قل وحاتر هذا بالله ورم إلهي وآياتي آيات كيسة إيه ورسول رسول كيسة آيات كنتم هاتين تستهزيونك وكديسيسيا لا تعتذروها عذر دارين قد كفرتم واتقالوا ذين بعد إيمانكم إيمان كيني دبديت إن نعف دبدي إن نعف هذا نعفنه عن طائفة كوح ومنكم من كين كميدة نعذب ونعذابنا طائفة كوح بأنهم يغو كانوا مجرمين إني مجرمين أحايين بسبب أنهم كانوا مجرمين مجرمين بأي أحايين جريمة أسان الله عذاب يأينكو قالوا بين
أصابع كتضلالي السحر سحر قوية ومن السحر كوحا كميدا الصرف لحنت أيا كميدا مركام والعطف إيا وحا كميدا إن وإسكو معنويا عطف اللغة العربية الميل والو يقانا مركا وحويا إن للليحيو أو مركا سحويا لمقفو استيدنا ليس ليسيو سيدا مديدا أي سماردو يقانينو كرسوما فمن فعله قفك السمية سحرك أو رضي به الغالك النقضة كفروا قالوا بي ولذلك الصحرض يصاحرين وقالوا ويان والدليل قوله تعالى إلى هذا الكيسة الدليل أن وما يعلمان من أحد قفنا مركز محويا مبران حتى يقول إلى أيراهان إنما نحن أنقوم فتنة وحنا هاي مركز محويا فتنة فلا تكفر حق قالوبين إن شاء الله تعالى رسالة يروكوما ومبطنين صدح بيج سلو بيج يبربا يا حيد بأمر مسألة آيات كريئة صوم نزول كذا إيه وحكو تعلقة مركا بيريفا إذن كسو دلدون هدي لها إلان كأوري مركا وحويا قا شياطين تم قفكو صاحر مركو نقونا يشروب باكو حرنسي ما نقون كرو سحر غريال بله شين يا وحشرط إيه كوبا ذا لقليا وحويا إنو الدين تيسي شراع ذي وهيسي وكرحبا إلا أتاكر أحبحانه ما أذيغيا سحر كمركا إن لا آمنا ما بنانه إن لا برتا ما بنانه إن لا وعى الفلا ما بنانه قفك حتى لا سحر السحر لك ما فذكره أمرغا سحويا أذكرت إيا وين الآخر يا وحول مرخص وما يعلمان ما برا من أحد قفنا حتى يقول إلا إلهنا إنما نحن أنقو فتنة بأن هي مرخص حويا فتن يا امتحان فلا تكفر حق الوبي هذا سحركم نوع وايس كحقيقي ويان اللهم استعان سيدا نوع النبي اللي وسحر وكله عليه الصلاة والسلام نوع عاسي مركز أو مركز حقيقة راسا لغو قرية أما وحبا لغو قنتية أما وحبا مركز حقيقة طلاسم توكله سيدا معشر فرق قنئيو ديلمي قنئيو ساعات الخبر كيبن عربي إيو سيدا أي سميان اللهم استعان كواس وكله نوعنا ونوع تخييلية ووحي نسر عادين تأوية قانين كاسو كلو ويان مركا نوع عاس يسونا ونوع كلو أو قف كيو أو حد موتين يسا ضمير بالقف موتين يسا قف ضمير مركا قف كيو قدي يسا وانا سرعان تو حوية قاني ويان قف واحد موتين يسا إنا الدسور لنتي إنا صون الله يساد يا حقا مركا صوت السنة يا وحنو عاس مركا سيلا قرآن كل شيء يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى إيو سحر وعيون الناس مرخ عندها جيم بوقف كان يبدل إياه. الثامن كسيد هذه مظاهرة المشركين قال هذا وإن لو قرقارو ومعاونتهم إن لو كالميو على المسلمين المسلمين تلو كالميو إن قال هذا قرب لسيو مسلمين تين اللهوديو ينوى كفر ويا حضبة حضو قفكي مرخ سحويا هرت سجود وكفر لكن واحد يعني كرت الصور أين قال لي ما أهم فقهاد واحد شيعان صور أين قال لي ما أهم إلى القرآن كوحكوير سبحانه وتعالى مرك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين صو سيدا ماها إذن تامرك سحويا القاضي ابن العربي المالكي كتاب في أحكام القرآن آيات مرك مريا وحوليه حاجة يضني حضيك أنت ابن مالك تصارع واحدا دولة مسلمة أيا قرب غادوا مسلمين تكميد أكو بحضي ويكحوك بطين سأل الله سأي يالان كدبا قرب غالي أكالميسين كما قالوا بيان ودولة دي مسلمة داحيد حدي أي مركة أود دي, دي سكال مركة سحويا بغادا كو قبان ويدو ويسوين قطع مركة سيدها أصل كلاكين سيقود واصل أصوى إن نصرة المشركين والكافرين على المسلمين أصل كيدو وكفر ويان لكن صور تقار أي بع أي فقهادو كصور خيبين مسألة أنا مرخى سحويان إلا تضوب قلو بيت ودن يهفل يا كتابكو الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي مرخى سحويان كتابك اللي يداهم أخرية إن شاء الله تعالى ابن عاشورة تفسير كيسة كذلك القادم العربي المالكي كتاب كيسة أحكام القرآن إياه كتب تلميذك في ريا مرخص اللهم استعان
وحاول مرخا سبحانه ويا والدليل قوله تعالى الى اهل الكيس هذا الله ومن يتولهم قفك كولي يش منكم حال ممكن كمدي هي فانه منهم ايغا ايو كمدي هي فان الله الهي لا يهدي القوم الظالمين قول هذا الظالمين تا الهي ما هنونيه سبحانه وتعالى ان مرك وحويا الله مستعان مساله انا شيخ وحكمي ذا قصدي حاطب بن ابي بلتعه حاطب بن ابي بلتعه wuxuu sameeyay markaas waxa weeyaan sirti muslimiinta u faafiyay gaaladii warqad uu gudbiyay arintii uu ka warhamay ilaahay wuxuu yiri yaa alladina aamun la tattakhidu aduwwi wa aduwakum haddana waxa uu sameeyay nafsu ku furay buu aslan haddana ma cadaalka ilaahay iimaan buu qiraya sabab mutaawil buu aha shaqsan mutaymiye fi majmuu al fatawa kullay dabcadan ka hayo mujalladka markaas waxa weeyaan labaad baan filayaa inay ahayd markaa waxa uu leeyahay safxada 207 iyo markaas waxa weeyaan shan inay ahayd baan filayaa wuxuu leeyahay marka markuu qisada iyo ka soo warhamo ayaa wuxuu leeyahay markaas waxa weeyaan masino almutaawil almuslim aljahil almaazur walmutaawil almuslim iyo qofki gaalka aha bal li kulli shay in ja'ala allah lahu qadra mid waliba wuxuu leeyahay darajo leeyahay markaas waxa weeyaan taana waa sidaas weeyaan ataas nooca sagaaladi man i'taqada qofka aqeedaya anna ba'd an-nas dadka barkood يسعه الخروج إن أبنانتا إنو كبحي كرو من شريعة محمد ناي محمد شريعة صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر خضر بسي أبنانيت الخروج إنو كبح عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر وقال شريعة ناي محمد قفك آمين إنو مركز حويا الله مستعان كبحي كرو إسنو قالوا بيا قفك عيسي qofka aamina in diimaha kala soo hubin karo yahuudeen laga wardooni karo nasaaradeen laga wardooni karo waa gaalnimo iyaduna al-ashru nooca tobnaadi al-i'raad waa in laga jeesada can diin ilaahi tacaala diinta ilaahay laa yataallamu ma baranayo walaa yacmalu bihikum camal falayo kulliyan war waxba markaas waxa weyn wadaadnimada iyo diin lagu camal falaa waxba macno male uhuleya waaldaliilu qowluhu tacaala ilahi hadalkiisa daliilu ah waman adlamu yaa ka dulmi badan miman axad dukira la xasuusiyey أما اللغواني بآيات ربي ربي آيات كيسة ثم أعرض عنها كدبنا كجلسدي إنا أنقو من المجرمين مجرمين تا منتقمون ونكأر قوصنا إنا ضيب الله مستعان وفرق فرق ومطحية في جميع هذه النواقض نواقضا وحبرنا يمرك دمانتين بين الهازل كي معناها كل الليل يي كو كفتمي كو جلسيسي يوالجاد كي أي ربتكاهي والخائف يكي عبسني إلا المكره وكان مكره موياني وكلها دمانت من أعظم ما شيء كوغوين ويان أو يكون وهاني خطرا خطرا ومن أكثر ما شيء كوغب بضان أو يكون وهاني وقوعا دعتانك فينبغي مرخ وحوها بول المسلم يقفك مسلمك وكلها دمانت نواقضني من أعظم ما شيء كوغوين ويان أو يكون خطرا خطرا هاني ومن أكثر ما شيء كوغب بضان ويان أو يكون وقوعا أهانا يطعتان كيسو بنيهي فينبغي للمسلم يقفك مسلمك وحوها بغن يحذرها إنو كدكتون هذا ويخاف منها وكبقه على نفسه نفته سوقبقه نعوذ بالله إلى من كم ينقلنا من موجبات غضبه عرضه سوحيرها واجبنا يا صوبيا وأليم عقاب عقابته سحنون كيدا وحيرها صوبيا وصلى الله الله أمان على خير خلقه خلقه سكيو خير بنا محمدنها وآله إهل كيسي وصحبه إيا مرخى صحابته سي وسلم الله النبت قليوه كتاب خلقه سوكوط لماذي والله أعلم وحن سسمين دونا إن شاء الله تعالى قواعد وحقاير كوبا يدردارا أيام إن شاء الله تعالى سمين دونا وقت ينجح يسو شيك دونا والله أعلم.